ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه من الدم. لو راجع الإنسان اليوم نفسه، متى آخر مرة بكى من خشية الله تبارك وتعالى؟ تجد الإنسان ربما يبكي من بعض الظروف، يبكي من بعض المخاصمة بينه وبين أقرب الناس لأخوانه أو أبوه أو والدته أو خاله وعمه، يبكي من أمور في الدنيا، يبكي من وظيفة فاته، من فرصة فاته، إذا طلق زوجته حزن وبكى لذلك بكاء شديدا. لكن هل يبكي خوفا من الله تبارك وتعالى؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يستجاب له والعياذ بالله. وجاء كذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالإنسان دائما يعود نفسه، يرقق قلبه، يجلس بينه وبين نفسه: يا أخي إذا لم تبكي فتباك، اجبر نفسك على البكاء، تذكر النار وتذكر عذاب الله عز وجل، تذكر أرض المحشر. الله عز وجل عندما يذكر هذه الآيات التي تخوف الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. القبر الذي يدفن فيه الميت ويوضع في اللحد، يسقف باللبن، ثم يهال عليه التراب، ثم يأتيه منكر ونكير فيجلسانه، ضمة القبر التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، طول الانتظار، الدود الذي يأكل في جلد الإنسان في قبره ولا يبقى إلا العظام النخرة، ثم أرض المحشر وسوق الناس إلى أرض المحشر، وهذا الانتظار الطويل، والذنوب والمعاصي التي ذكرناها في بداية الحديث، وهذا العرق الذي يصل عند بعض الناس إلى أذانهم وربما يلجمهم. إنسان إذا تفكر في مثل هذه الأمور لا شك أن هذا سيدفعه إلى الخوف والبكاء من خشية الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال: فويل للقاسية قلوبهم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا لم يبكي الإنسان من طاعة الله عز وجل أو خوفا من الله عز وجل فليتهم قلبه، لأنه قسى بسبب حب هذه الدنيا والبعد، كل البعد عن خشية الله تبارك وتعالى. ما الذي يجعلك تخشى الله عز وجل؟ العلم. إذا عرفت وصف النار وعرفت وصف الجنة وعرفت بعض أهوال القبر، كان عثمان بن عفان إذا جاء على حافة القبر كان يبكي حتى يبل لحيته ويقول: القبر أول منازل الآخر. كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه: يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه.